وللحديث عن الموضوع ينضم معنا الأكاديمي والباحث السياسي حامد الصراف عبر سكايب. أهلا ومرحبا بك أستاذ حامد. أهلا وسهلا عزيزي، شكرا جزيلا. في شهر الثورة الثالث، كيف ترون صمود المتظاهرين رغم توحش آلة القمع الحكومية والميليشياوية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية للصامدين في ساحات الاعتصام حياكم والانتفاضة وثورة تشرين، والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والمصابين. الحقيقة أنا لا أرى غير ارتفاع مستوى الصمود والعزيمة والإصرار على تحقيق كامل أهداف الثورة إن شاء الله، ليس فقط بإسقاط الحكومة أو الاكتفاء بإسقاط الحكومة حكومة عادل عبد المهدي فقط، وإنما بإسقاط كل النظام برمته وكل أركانه وكل أحزابه الفاسدة، والبدء بحركة تحرر وطني حقيقية. الشباب يرسمون مستقبلهم، حاضرهم ومستقبلهم إن شاء الله، وتكون هذه النتيجة أو النهاية لنظام عميل فاسد دمر البلد وأخلى حتى بشروط الانتماء وتطبيق ما نسميه إحنا الثوابت والمبادئ الوطنية الحقيقية. لذلك أنا ما أرى إلا الزيادة والارتفاع في مستوى الإصرار والعزيمة والتحدي لتحقيق كامل الأهداف بمشيئة الله. يعني تزداد بشكل اضطرادي مع زيادة العزيمة، تزداد زخم أو تزداد التظاهرات زخما وتمتلئ الساحات بالمعتصمين يوما بعد آخر. يعني هذا الأمر ألا يكشف فشل رهان الحكومة على عامل الوقت الذي توقعت في يوم ما أنه سيجهض هذه الثورة؟ الحقيقة الحكومة لم تراهن فقط على عامل الوقت، منذ البداية أيضا راهنت على عامل القمع وزيادة الشهداء، عدد الشهداء. لا ننسى احنا منذ الأيام الأولى، الخمسة أيام الأولى من الانتفاضة، منذ بداية تشرين أول لحد خمسة بالشهر من أكتوبر تشرين، كان عدد الشهداء 150 شهيدا. يعني كان باليوم مثل ما ذكرت أنا أيضا على قناتكم الكريمة أنه هناك 30 شهيد كان في اليوم. هذا كان إصرار ورهان الحقيقة عند الحكومة وعند النظام السياسي الفاسد للقمع، القمع والقتل. اثنين، العامل الآخر كان هو أيضا رهانهم على الظروف المناخية ومتطلبات الحياة اليومية، وشفنا أنه رد الشعب العراقي من روح تضامنية وتكافل اجتماعي وصمود شعبي لا نظير له. عوامل أخرى كانت الكلل والملل، أيضا هم أيضا كانوا يراهنون عليه، لكنه أثبتت الآن الثورة بشهرها الثالث المبارك أنها هي الشباب مصرون تماما على استكمال الطريق إلى نهايته والإطاحة بالنظام السياسي الفاسد. ثالثا أو رابعا كان التسويف. يعني بالبداية لاحظنا أنه هناك وعود لإصلاح وإعطاء فرص عمل وغيرها، وهذه الوعود كلها أثبتت فشلها وأثبتت أيضا زيفها وعدم جدواها مع الشباب المتظاهر الثائر اللي يريد يغير النظام، وليس يعني يكتفي فقط ب مثل ما يقولون تحقيق مطالب شخصية ضيقة. طيب، هذه الرهانات الحقيقة وفشلت، يعني كلها الآن أثبتت فشلها الرهانات، وإحنا مستمرين بالشهر الثالث مثل ما تفضلتوا بداية النقاش هذا. طيب، مع ذلك الإضراب والعصيان المدني هو أيضا مستمر في بغداد والمحافظات كافة، كيف تسهم هذه الخطوات بدعم ثورة تشرين؟ الحقيقة هي الإضراب بعد أن فقد الشباب الثورة كلها والشعب العراقي فقد الثقة بالحكومة الفاشلة والنظام السياسي والطغمة العميلة، ما وجد إلا أن يكون هناك تغيير. فلذلك الآن لم تعد ساحات الاعتصام هي فقط ثائرة أو هي اللي تدعو إلى التغيير، وإنما الشعب العراقي كله هذا مطلب صار حقيقة جماهيري شعبي. التغيير لابد منه،
ولذلك نشوفهم ايضا الطغمه هذه الفاسده تراوح في مكانها وتحاول كسب الوقت، هي الان تحاول كسب الوقت وتحاول ايضا تقليل الخسائر الحقيقه خوفا من مستقبل قريب ينتظرها، وهذا المستقبل اعتقد راح يكون اسود لانه تعرف حق المعرفه، هذه الطبقه السياسيه والطغمه الفاسده اللي الحقيقة أثرت وسرقت أموال وثروات الشعب ورهنت مستقبل العراق منذ سقوط النظام السابق بال 2003 رهنتها بأجندات خارجية. لذلك أنا أشوف الآن الوضع الحالي هو فقط إذا أريد نخليها في معادلة رياضية، الحقيقة الكاسب الأكبر هو الشعب العراقي، رغم أنه إحنا الحقيقة الهدف الأساسي اللي نريد نحققه هو أسقاط النظام وتشكيل حكومة وطنية انتقالية بغية التهيئة والاستعداد لانتخابات عادلة وحرة ونزيهة يشارك فيها الشعب العراقي بأكمله دون تردد ودون عزوف عن المشاركة مثل ما حدث بالانتخابات السنة الماضية في الشهر الخامس 2018. هذا هو الحقيقة الآن اللي احنا نراهن عليه، انه فقدان الثقة بالنظام السياسي زائد الإصرار وعدم وجود كلل او ملل عند الشباب انه يستمرون. لذلك نشوف كلمة الشعب اصبحت واحدة، كلمة الشعب هي كلهم يجب ان يرحلوا، لا فاسد يبقى ومصيرهم راح يكون الجحيم بإذن الله. هذا هو الحقيقة الآن المختصر، مختصر الشعار اللي الآن يشتغلون عليه الشباب ومختلف قطاعات وشرائح المجتمع العراقي. دكتور، أنت ذكرت التسويف، محاولات الالتفاف على مطالب المتظاهرين مستمرة، ومحاولات تنصيب شخصيات من الأحزاب نفسها التي خرجت متظاهرون وخرج ثورة تشرين لإسقاطها من أجل أن يشكل الحكومة الجديدة بعد استقالة عادل عبد المهدي ما زالت مستمرة إلى اليوم، كيف سيكون رد المتظاهرين عليها برأيكم؟ أنا واثق أنه الخيار راح يكون لهم، خيار إذا استمرينا بين قوسين بالسياقات الموجودة الآن في اختيار أو حل معضلة اختيار رئيس الحكومة القادمة، الحقيقة الخيار لهم، لأنه حتى البرلمان أو مجلس النواب اللي تشكل مثل ما نعرف إحنا بإرادة خاصة بالطبقة السياسية الفاسدة انشق كتلة كبيرة، انشقت منه يعني 170 أو 174 نائب الآن متفقين وقعوا على كتاب قدم إلى السيد رئيس الجمهورية بأن الخيار يترك إلى الشارع، يترك إلى الشعب العراقي، إلى الجماهير المنتفضة، وهم أيضا يؤيدون هذه الخطوة باختيار بعيد تماما كل البعد عن الطبقة السياسية وأحزابها الفاسدة، وهذا هو الخيار الحقيقي، لأنه الآن دكتور 174 نائب قدموا هذا الطلب، أنت تتكلم عن نصف أعداد، تقريبا نصف أعداد النواب في البرلمان العراقي، هذا يعني أن البرلمان أصبح بحسب هذا الكتاب يعني مؤيد للشعب، لكننا نجد البرلمان غير مؤيد له، خصوصا بعد أن أقر قانون الانتخابات الجديد وبعد إصراره على ترشيح قصي السهيل وأسعد العيداني واليوم وزير المالية مرشح جديد لرئاسة الوزراء. هذا صحيح، هو هذا الآن هاي العقدة بالموضوع، أنه المرشح يجب أن يكون يعني يستجيب لمتطلبات الشارع، زائد يجب ان نعرف احنا انه السياقات يجب ان يمر ايضا اذا بقى مجلس النواب الحالي هو يشرع، يعني مثل ما يعني انقطعت الجمله اللي حبيت اقولها، الشرعيه لم تعد شرعيه مجلس النواب، وقسم عدد كبير من النواب ادركوا هذه الحقيقه، الشرعيه الان شرعيه ثوريه، شرعيه الشارع، شرعيه الانتفاضه، شرعيه الثوره، هذه هي الحقيقه الشرعيه الحقيقيه، لانه نعرف كل زين انه المجلس النواب ايضا عدد كبير بشكل فردي خرجوا عن كتلهم وعن تحالفاتهم وعن احزابهم وانضموا بشكل او باخر مع الى صف الشعب، هذه هي الانضمام، هذا الحقيقه اللي ظهر بالاسابيع الاسبوعين الاخيره ظهر بشكل واضح، لكنه يحتاج لتجسيد عملي لما تمر قضيه التصويت عبر مجلس النواب عبر البرلمان، يجب ان يقفون موقف جيد، لانه احنا نحتاج الى نصف زائد واحد
من عدد النواب، يعني نعم معناها نعم انهم 170 او 174 يستجيب الى التصويت وامرار المرشح، مرشح الانتفاضه لقياده الحكومه الانتقاليه القادمه ان شاء الله. نعم، كان معنا الحديث عن هذا الموضوع الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.